سيدنا النبي والشوق يدعونا لروضة يثرب والنور نور الحب من عند النبي والشوق يدعونا لروضة يثرب فالنور نور الحب من عند النبي النور موصول والسعد مأمول النور موصول والسعد يا قلب صلي على ختام الأنبياء وارفع حنينك في ابتهال للسماء يا قلب صلي على ختام الأنبياء وارفع حنينك في ابتهال للسماء النور موصول والسعد مأمول النور موصول والسعد مأمول تهواك روحي يا نبي العالمين والعين والقلب المبرد للحنين تهواك روحي يا نبي العالمين والعين والقلب المبرد للحنين النور موصول والسعد مأمول النور موصول والسعد مأمول النور موصول والسعد مأمول النور موصول والسعد مأمول يا فرحتي لو في جوارك يا حبيبي لي سكن فاكشف بنورك يا رسول الله عن قلبي الحزن يا فرحتي لو في جوارك يا حبيبي لي سكن فاكشف بنورك يا رسول الله عن قلبي الحزن النور موصول والسعد مأمول النور موصول والسعد مأمول النور موصول والسعد مأمول النور موصول والسعد مأمول وعلى تراب الطهر بين الساجدين الفجر نور والدمع ردد في ابتهال التائبين الله أكبر وعلى تراب الطهر بين الساجدين الفجر نور والدمع ردد في ابتهال التائبين الله على حبيبنا سيدنا النبي. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. النهاردة صباح الحبيب، صباح نور الحبيب، النهاردة صباح نور الحبيب وليس صباح بلدي،
صباح النبي عليه الصلاة والسلام، المولد النبوي الشريف. كل عام والأمة الإسلامية والعالم كله بخير ويمن وبركات. النهاردة صباح بلدي بينضم لنا الشرف في أننا ننضم البرنامج نور الحبيب مع شيخنا الشيخ أحمد عبد الدايم. عملنا انضمام البرنامجين مع بعض عشان نقدم ولو جزء بسيط، بنقول للنبي عليه الصلاة والسلام ان احنا بنحبه صلى الله عليه وسلم. صباح الخير يا شيخ، وكل سنة وحضرتك طيب. اهلا بك، وكل سنة والأمة الإسلامية كلها بخير وأمن وإيمان وأمان وأمانة وسلام وإسلام. شيخنا النهاردة احنا هنقدم حلقة مزدوجة بين صباح بلدي وبرنامج نور الحبيب، فكنا كده انا محضر شويه اسئله كده لعل يعني تكون ان احنا النهارده نوصل بيها حاجه عن الرسول عليه الصلاه والسلام من علم حضرتك. احنا النهارده انا هبدا باول سؤال، بيقول هناك ايات سبقت المولد الشريف، ما هذه الايات؟ طيب، حمدا لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعده يجب علينا أولا قبل أن نتحدث عن شخصية سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، نحن نؤمن بأنه بشر، ولكن مع ذلك ليس ككل البشر عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم بلا فخر، والشخصية الوحيدة منذ خلق الله تبارك وتعالى آدم إلى قيام الساعة، نعم، التي زكى الله تبارك وتعالى كل جارحة فيها عليه الصلاة والسلام، هي شخصية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى وهو يزكي منطقه ولسانه، نعم، وبيانه وكلامه صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وزكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، نعم، وزكى جليسه جبريل عليه السلام معلمه، علمه شديد القوى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكى يتمه فقال ألم يجدك يتيما فآوى، وزكى هدايته فقال ووجدك ضالا فهدى، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. ولعلى اللام هنا في قوله تعالى، لعلى في اللغة العربية هي لام الاستعلاء، أي إذا تعارفت البشرية فيما بينها على أخلاق حميدة، تأتي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في المرتبة العلى. ولذا سأل عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير هذا هو ابن الزبير بن العوام، أمه أسماء بنت أبي بكر، خالته أمنا عائشة الشريفة التقية العفيفة الطاهرة الزاهدة الورعة الفقيهة التي علمت الأمة علم الفرائض. سألها هل رأيت في رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا عجبا؟ فابتسمت أمنا عائشة وقالت يا بني لقد كان أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام كله عجبا، نعم، وإذا صلى الله عليه وسلم، فقل لي بالله عليك عن حمل في أم لم تشعر بألم حمل، نعم، ولا ثقل جنين كما تشعر الأمهات. قل لي بالله عليك وقد علمت هذا إحدى العالمات في قريش قبل أن يتزوج عبد الله بآمنة بنت وهب الشريفة الكريمة ذات الشرف والكرم والمهابة، حتى قال الإمام السيوطي نقل في سفره المحاضرات والمحاورات عن محمد بن الكلبي، وجاء ذلك في مسند بقي
وهو من أصح الأسانيد وأشهرها في السير والمغازي. نقل عن محمد بن الكلبي أن محمد بن الكلبي جمع لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام 500 أم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا نسب نفسه توقف عند عدنان وتوقف عن الاسترسال في الشرف. فنقل محمد بن الكلبي 500 أم من جهة السيدة آمنة بنت وهب، كلها أرحام عفيفة شريفة طاهرة زكية نقية، وقال لم أجد فيها شيئا من سفاح الجاهلية ولو لواحدة. 500 أم من قبل أن يتواجد النبي صلى الله عليه وسلم، من قبل أن يهيئ الله عز وجل عبد الله لهذا الذي يسري من صلبه لتستقر أنواره في رحم آمنة بنت وهب، عندما التقت به أم قتال. أم قتال هذه هي بنت نوفل، وهي أخت الحبر ورقة ابن نوفل الشهير المعروف، وهو من أهل الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أنت حضرتك كنت قلت ذكرت الـ هل هي تعبت أو لا؟ أنا كنت محضر سؤال، كنت هقول لك هل كان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ولادة طبيعية؟ حاضر. فأم قتال هذه التقت عبد الله والد سيدنا النبي قبل أن يزوجه أبوه عبد المطلب بآمنة الشريفة، فلما نظرت في وجهه رأت أنوارا في وجهه، ورأت علامات ذكرت في الكتب الأولى التوراة والإنجيل، فعلمت أن عبد الله ليس أمره بالأمر الهين، إنما يحمل آية الآيات، فعرضت عليه نفسها فتأبى ليعلم للبشرية أن محمدا لم يأتي من صلب عن طريق سفاح، إنما كما قال عليه الصلاة والسلام ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح صلى الله عليه وسلم، ولم يصبني من نكاح الجاهلية شيء، وهو الذي قال فيما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الله علماءنا أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، وفي رواية فأنا خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. فرأت أم قتال في وجه النبي، في وجه عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، خلي بالك أن عبد الله آية الآيات أن عبد الله يعيش حياته ثم بعد أن يستقر وتستقر أنوار الحبيب في رحم أم أمه آمنة يرحل، وكأنه يؤدي رسالة واحدة، وآمنة كذلك تخرج للحياة بعد أن تضعه وترضعه، ثم تسني في الرضاعة بسويبة مولاة أبي لهب، ثم بعد ذلك حليمة السعدية، ولكنها بعد ذلك وكأنها جاءت للبشرية لتحمل أمانة وتؤدي رسالة، حتى نقول رضي الله عنك يا أم سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نرجع للسؤال، حضرتك احنا عايزين نفهم هل الولادة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام كانت ولادة طبيعية؟ ولادة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام طبيعية، ولكنها محاطة بالعناية الإلهية. الله أكبر. وإحاطتها بالعناية الإلهية كما جاء عن السيدة آمنة نفسها، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام مسترضعا في بني سعد عند حليمة، ثم جاءه ملكان على هيئة رجلين وشرح صدره فشق صدره وأخرج قلبه فوضعاه في طست من ذهب. الله. مرة أحد الناس يقول لي أحد المتفلسفين يا أخي
انتوا بتقولوا وضعوا في طست من ذهب، هل هذا يعقل؟ وبعدين وانا خارج انا هو لقيت اغنيه في الشارع بتقول واحده ده من فتره الثمانينات كانت بتقول الطشت قال لي، فانا اخذته كده على كتفه ثم سالته سؤالا، الطشت بتكلم؟ الطشت قال لها ايه؟ استحمت؟ قال لي اكيد. قلت له يا اخي تصدق الطشت قال لها وهي سمعت الطشت وقامت استحمت. واما نقول لك ان البخاري بيروي ان قلب سيدنا رسول الله وضع في طشت من الذهب، لانه عليه الصلاه والسلام لو كان هناك جوهر اعلى واثمن واغلى وانقى وازكى واطهر من الذهب لكان قد جعله الله تبارك وتعالى وعاء لهذا القلب الذي احتوى البشريه، كما قال القائل غدا باخلاقه القلوب. الله، اخلاقه هي التي غزت القلوب، اخلاقه غزت القلوب بلطفها صلى الله عليه وسلم قبل استلال سيوفه الله ولباله. نعم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين عليه الصلاة والسلام. ولذلك هنا بقى لما رجعت به خافت عليه طبعا، شق صدره وأجريت له عملية جراحية عالمية على مستوى العالم على يد ملكين. نعم. فلها أن تخشى عليه. نعم. فلما عادت إلى أمه سألت آمنة أمه ما الذي رداكما به؟ حدثاها بما حدث. نعم. قالت لا خوف علي. أيوة. لقد حملت به فما وجدت لحمله ثقلا. نعم. وعندما حملت به خرج مني نور أضاء قصور بصرى في الشام عليه الصلاة والسلام. وعندما وضعته السيدة أم عبد الرحمن بن عوف الشفاء. نعم. رضي الله عنها وأرضاها. نعم. وهي قابلته، هي التي استقبلت نزول سيدنا رسول الله على يديها. نعم. قالت نعم. وجدت عجبا. الله. وجدته قد نزل ليس كما ينزل الأطفال، إنما نزل وقد وضع يديه على الأرض رافعا وجهه إلى السماء، وسمعت صوتا من فوق يقول يرحمك الله. يرحمكم الله. إذن ولادته عليه الصلاة والسلام هي محاطة يا أخي بالعناية الإلهية. نعم. لأن حياته كلها محاطة بالعناية. نعم. الإلهية، والله يعصمك من الناس، هذه إحاطة. طيب احنا انا هروح لحتة تانية. انا حد بيسأل أم المؤمنين والمؤمنات السيدة عائشة ما كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم كان خلقه القرآن. عايز تفسير بقى، طيب نفصل للناس. انت تخرجنا على الايات؟ لا مش ايات، ولكن والله كان خلقه القران. أنا أنا هذه أنا ما هذه هي التي شيخ نريد شيخ ان نربط بها المجتمع أنا برسول أنا الله. انا 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 ما خرجتش، بس انا كلامك اعطاني حاجه فقلتها طلعتها. طيب جميل. بس جميل يعني جميل ده باللي بيني وبينك ده هو ده طلع قولها رضي الله عنها كان. نعم. خلقه القران. نعم. اي انه ترجم الشريعة في الله سلوكه. الله أكبر. في أخلاقه. أيوة ده هو ده اللي احنا عايزينه. في معاملاته اللي احنا عايزينه. وهذا هو ما ندعو إليه الأمة الإسلامية قاطبة. هو ده الكلام. كان رحيما وأرحم الناس، كونوا رحماء صلى الله عليه وسلم. كان يغفر ويعفو ويسمح ويصفح. نعم. كان نفقه ذكرى صلى الله عليه وسلم، وكان صمته فكرى الله عليه الصلاة والسلام. هو الذي جاء في فترة عمر سيدنا النبي قد ايه؟ 63 63 سنة. نعم. عمر دعوته قد ايه؟ 13 عام. 23 سنة. 13 هنا و 13 مكة و 10 مدينة. نعم. 23 سنة. نعم. تخيل. نعم. 23 سنة، احنا بيننا وبين سيدنا النبي 20 قرن. نعم. 1400 سنة. ايوه. اضربها في 70 20 قرن. 20 أب وجد وكده. تخيل مليارات البشر من خلال 23 سنة. واحنا ساعات الواحد الله يقعد 90 سنة. نعم. لا يهدى أحد على يدي حقيقي. ممكن يعمر 90 سنة. نعم. وممكن يلقى الله عز وجل دون أن يركع لله ركعة ودون أن يسجد لله سجدة. الله عليك، الله عليك. 90 سنة يعيش الإنسان، ولذلك
مقدار حياة الإنسان تقاس بما قدم. نعم نعم نعم. بما قدم لنفسه صحيح في الآخرة. صحيح. وبما قدم لنفسه ومجتمعه قبل الرحيل وأمته صحيح ودولته. هب أن إنسانا عاش من العمر 80 عاما وكان عاصيا وجاء في آخر أسبوع من حياته الله تاب وأناب واستغفر ربه وسجد له وخضع لحكمه وأقبل على بابه. يبقى عمره كله قد ايه؟ الاسبوع ده. يمكن بركة الاسبوع ابرك واعظم واجل من 80 سنة اللي عاشها. مدد صحيح. ولذلك سيدنا النبي مدة الدعوة بتاعته 23 سنة. هو رسول ايه؟ رسول الإنسانية. رسول الإنسانية. ما هو قال عالمي. ما هو ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا أخي. طب أنا تسمح لي أخذ فاصل عشان أذيع أغنية رسول الإنسانية؟ اتفضل. بعد إذن حضرتك. اتفضل. حبيبي. اتفضل. إيه إحنا النهاردة معانا فيديو كده بنخاطب بيه العالم اسمه رسول الإنسانية. فبمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف واستكمالا برضو ربط مع كلام شيخنا الجليل فهنذيعه فيديو رسول الإنسانية. سيرتك آية واسمك طاهر واللي أساء ده ما يتسماش واللي بأي إساءة يجاهر مش هيشوف الخير لو عاش. سيرتك آية واسمك طاهر واللي أساء ده ما يتسماش واللي بأي إساءة يجاهر مش هيشوف الخير لو عاش. يا رسول للإنسانية فيك سماحة وحسن نية انت مفتاح القضية صادق الوعد الأمين. بسم الله وبحق سماه احنا في دار يا رسول الله واللي يفكر انه يسلك صعب حساب المولى معاه. بسم الله وبحق سماه احنا فيك يا رسول الله واللي يفكر انه يسلك صعب حساب المولى معاه. يا رسول الانسانيه فيك سماحه وحسن نيه انت مفتاح القضيه صادق الوعد الامين. رجعنا لكم بعد الفاصل والنهاردة بمناسبة المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم معنا فقرات معنا تنورة حسين عادل ومعنا
منشد جميل كده، شاب جميل كده، موهبة حلوة، اسمه محمد عادل برضو، بس هم مش خوات يعني طبعا. فهنسمع منه حاجة. يلا محمد نقوله حاجة مع بعض ولا ايه؟ هتقول ايه؟ الاول برحب بحضرتك استاذ حسين. اهلا بيك يا حبيبي الشيخ. اهلا بيك الشيخ احمد عبد الدايم. اهلا بيك. برحب بالساده المشاهدين. يا هتسمعنا ايه على طول؟ اسمعك قمر سيدنا النبي المصطفى عاطف. نقول يلا بسم الله. واجمل منك لن ترى قط عيني، وأطيب منك لن تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرٌ 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 سيدنا النبي، قمرٌ وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، ولا ذل له بل كان نورا، تنال الشمس منه والبدور. الله الله. ولا ذل له بل كان نورا، تنال الشمس منه والبدور. الله الله. ولم يكن الهدى لولا زهورا، ولم يكن الهدى لولا زهورا، ولم يكن الهدى لولا زهورا، وكل الكون أنار بنور. طه قمر 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 سيدنا النبي، قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. أنت حبيبي أحسنت. هنرجع تاني لشيخنا. بعد كنا قبل الفاصل وقفنا عند خلق الرسول عليه الصلاة والسلام. إحنا عايزين نسأل سؤال برضو، إيه بمناسبة هذا اليوم؟ هو ذكرى الرسول مش يوم، ذكرى الرسول طول العام وطول العمر يعني، بس إحنا هذا اليوم بنحتفل به يعني إحياء للذكرى، ذكرى اليوم نفسه يعني. فده أنا 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 بعتبره بالنسبة لي عيد يعني. هو احنا عندنا عيد، عيدين بس، عيد الاضحى وعيد الفطر بس. انا ده بالنسبه لي انا بحب سيدنا النبي فانا بعتبره عيد، حد تاني مش بيعتبره براحته يعني. ايه اللي يجب ان نتعلمه من هذا اليوم، اليوم العيد دوت؟ والحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. نعم. اولا الكلمات التي استمعنا اليها دي كانت شعر حسان بن ثابت. نعم. لسيدنا. نعم. رسول. نعم. الله. نعم. اجمل منك لم تر قط عيني، وقالها عن نفسه. نعم. نعم. ولذا فيجب على الناس من يذكرها بعد ذلك ان يقول اجمل منك لم تر قط عين. نعم. عين. نعم. عين. نعم. مش عيني. صح. عين. يعني صح. لان كل العيون شهدت له بالجمال. الله عليك. الله عليك. وشهدت له عليك. بالجلال. الله عليك. وشهدت له بالبهاء. نعم. وشهدت له بالعظمة. نعم. لأن الله تبارك وتعالى أعطاه النور الحسي والنور المعنوي. نعم. النور الحسي. نعم. النور المعنوي في شريعته. نعم. في هديه عليه الصلاة والسلام، في كتابه، كتاب ربه. طبعا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. نعم. ولكن النور الحسي فيه موجود صلى الله عليه وسلم. ولذا قال خالق الوجود سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله والنور الذي أنزلنا. نعم. والنور الذي أنزلنا يقصد به رسول الله، يقصد به رسول الله والقرآن، القرآن الكريم. نعم.
آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، يقصد بالقرآن هنا في الثالثة القرآن الكريم، يقصد نعم بالنور في القرآن الكريم. نعم نعم. إذن الله نور السماوات والأرض، الله نور، نعم، رسوله نور صلى الله عليه وسلم، كتابه نور، نعم نعم. ومن أراد الأنوار، الله الله، لأنك كلما اقتبست من نوره زدت نورا. نعم نعم نعم. ولذا كان بعض الصحابة تضيء عصاه في الليلة المظلمة. وسيدنا أنس بن مالك قال: ما من شيء في جسد رسول الله إلا وقد كان يشع نورا. يعني لا يكشف من جسده شيء إلا ويشع نورا صلى الله عليه وسلم. ولذا قالت القابلة وغيرها ممن شهدنا ولادته بأن البيت في ليلة نزوله ما من جزئية في البيت إلا وقد أضاءت وأشع النور فيها. الله الله. لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النور الحسي، واقتبس من النور الحسي بعض الصحابة، بعضهم كانت تضيء له عصاه في الليلة المظلمة كما ذكرت لك، وكان يمشي في نور عصاه ببركة أنوار سيدنا رسول الله صلى الله وبحسن عليه الاتباع عليه أفضل الصلاة وبحسن إيه؟ الاتباع. لأن الله تبارك وتعالى عندما قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ربما يقول قائل: وما هو الجزاء؟ نعم. ما هي الجائزة؟ الجائزة قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم. هو من؟ هو الله سبحانه. الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نعم. ليخرجكم من الظلمات، من الظلمات إلى النور. فأنوار سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت موجودة وفي السير والمغازي بروايات صحيحة لا يخالفها مخالف، أن إبليس رن 4 رنات. رن يعني إيه؟ يعني صرخ، صوت كما نقول. وفي الحديث: صوتان ملعونان مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. نعم. نعم. إبليس رن 4 رنات كما قال ابن عباس. الرنة الأولى عندما لعنا. نعم. الرنة الثانية عندما طرد من الجنة وأهبط منها. الرنة الثالثة عندما ولد النبي عليه الصلاة والسلام. وفعرفات. الرنة الرابعة عندما نزلت فاتحة الكتاب. الله الله الله. أربع إيه؟ رنات. 4 رنات. ده صرخ. ده هو عارف الأنوار اللي جاية اللي هتبدد الشرك. ما هي الليلة دي اللي التقت فيها أنوار السماء بظلمات الصحراء. أيوة. ليلة مولده عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يا سيدي الفاضل، إن قلنا إن الكون قد احتفى بمولده صلى الله عليه وسلم، لا نكون مبالغين في شيء. نعم. ربما يقول قائل: لم تأتي روايات صريحة في ذلك. نقول: يا أخي، الكلام له باطن وله ظاهر. نعم. كما يقول القانونيون: القانون له مادة صلبة وله روح القانون. حقيقي. الروايات تدل على أن الكون احتفى، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي إني لا أعلمه الآن. ومعنى أن يسلم عليه الحجر، أنا آسف أن أنا بقطعك، أنا كنت حاول السؤال دوت. نعم. إن أخوه في الرضاعة مشوا هما الاثنين، فأما رجعوا ستنا حليمة السعدية بتقول: كيف رأيت أخاك محمد عليه الصلاة والسلام؟ فكان يقول لها: كل ما بيمشي في حتة الحجر بيسلم عليه، الـ 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 الجزعة النخلة بيبيس. ده عند الإمام مسلم. نعم. عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم حجرا بمكة كان يسلم عليه. وتعضد هذه الرواية أن سلام الحجر كان بلسان المقال، حتى لا يقول متفزلك. نعم. إن سلام الحجر كان بلسان الحال. أيوة. كما يقال. نعم. في الحديث. نعم. قرب قيام الساعة
أن يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله مني هذا يهودي تعالى فاقتله. نعم. معنى ذلك أن الكون يتجانس. صحيح. مع الموحد. صحيح. مع المؤمن. نعم. الحجر كان متجانسا، كان محبا لسيدنا رسول الله يا أخي. جبل أحد اهتز تحت قدمي. نعم. صلى الله عليه وسلم. وتحت قدمي عمر وأبي بكر وقال أثبت أحد. نعم. وقال إن أحدا يحبنا ونحبه. الله الله الله. يا أخي جذع الشجرة وهو جماد. نعم. لا روح فيه، حن لفراق النبي عليه الصلاة والسلام. فهم. عندما أشير على سيدنا رسول الله أن يصنع له منبر، ففي أول جمعة أراد أن يعتري المنبر لأول مرة وأن يترك الجذع، سمع الصحابة في المسجد أنين الجذع. نعم. 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 فنزل الله الله. ووضع يده على الجذع. نعم. فسكن عليه الصلاة والسلام كما تهدهد الأم وليدها. الله الله الله. هنا إن قال هناك روايات عن علي بن أبي طالب وغيره أن عليا سمع الحجر وهو يقول لسيدنا رسول الله السلام عليك يا رسول السلام الله، وأنه الله سمع الحجر يرد السلام على سيدنا رسول الله ويقول عليك السلام يا رسول الله. السلام يا رسول الله. أستأذن حضرتك نسمعه الشاب الجميل ده في حاجة تانية ولا معكش حاجة؟ هتقول طب يلا قول. شفت يا ما ناس منا هتعيش العمر جنبك وبرضو ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طويل الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى أنا زاد في قلبي حنين ودموعي مالية العين طمعان بقالي سنين إني أزور المصطفى مرة إني أزور المصطفى مرة وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طويل الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى. عليك بقى شوية أنا أنت هتغني لوحدك ولا لأ يعني ولا إيه؟ بعد إذنك شيخ هنقول حاجة تقول محمد أحمد وطاه والمصطفى للدنا ضياء نور يضيء المدى حنانا ورحمة لا يرى مداها محمد كلما تنادى مؤذن بالنداء تباهى يقول صلوا على نبي على مقاما هدى وجاها محمد كلما تنادى مؤذن بالنداء تباهى يقول صلوا على نبي على مقاما هدى وجاها محمد
أحمد وطه والمصطفى للدنيا ضياء، نور يضيء المدى حنانا ورحمة لا يرى مداها. محمد كلمة تدلت نورا على ثغر من شداها، فعطرت بالسنا وجوها أضاءها الذكر واصطفاها، فعطرت بالثنا وجوها أضاءها الذكر واصطفاها. محمد أحمد وطاه والمصطفى للدنيا ضياء، نور يضيء المدى حنانا ورحمة لا يرى مدى. شيخنا، احنا هل ميلاد الرسول ده أهم نقطة في حياته؟ عليه الصلاة والسلام طبعا أهم نقطة في حياته، ومهما تحدث المتحدثون نعم لا يستطيعون أن يصفوا الوصف كما هو. نعم، حتى إن أمير الشعراء عندما ذكر تجليات أنوار النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء ختم قال أبا الزهراء أيوة قد جاوزت قدري الله بمدحك بيد أن لي انتسابا. نعم نعم يا أخي، هناك العباس وهو عمه عندما نظر إليه ذات ليلة وكان القمر فيها بدرا الله يقول: فأخذت أنظر إلى القمر تارة وإلى وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام تارة، فوجدت وجه رسول الله أبهى من القمر صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جعل حسان يقول: أجمل منك لم تر قط عين، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت الله كما تشاء. الله الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سما وتزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا الله عليك ودعاك لقربه وحباك. ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب من معناك. الله سيدنا الله النبي عليه الصلاة والسلام. أنا هضرب مثلا واحدا مثلا قصير. نعم. ما منا من أحد إلا وتكشف عورته. نعم. أليس كذلك؟ نعم. سيدنا رسول الله قبل أن يبعث نعم حتى نذكر بأن الآيات والصيانة والحفظ عليه الصلاة والسلام لسيدنا رسول الله والعصبة سبقت الرسالة صلى الله عليه وسلم. سبقت الإيه؟ الرسالة. سبقت الرسالة. نعم. سبقت الرسالة. العباس عندما أتوا لإقامة وبناء الكعبة فأراد العباس أن يشفق على سيدنا رسول الله في شبابه. نعم. كان ينقل الحجر مع غيره صلى الله عليه وسلم، وهذا يرينا بأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء حارب البطالة. نعم نعم، حتى جاء في حديثه الصحيح عند مسلم وغيره صحيح. إذا قامت القيامة وفي فسيلة يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، بيقول للأمة اشتغلي يقول للأمة طلعي منتجك بإيدك بسواعدك، بيقول للأمة بلاش البطالة في الشباب، بيقول للأمة بلاش البطالة في الرجال، كوني عاملة كوني منتجة كوني متطورة كوني محدثة، حدثي العالم بإنتاجك بقوتك، لأن القوة لا تمنح هكذا إنما تمنح بعد الأخذ بالأسباب. كان يحمل الحجر، فسيدنا العباس قال له: لو رفعت ثوبك
يا اخي حط طرف الايه الثوب. انت عارف الست عندنا في الارياف كانت تعمل ايه؟ ست في الارض فقيهه حتى لو لم تقرا ولم تكتب. بالفطره احيانا الواحد يقابلها كده شاب ولا راجل ولا حاجه يقوم يسلم عليها طبيعيه تروح شايله طرف الطبخه بالظبط كده معلش يا ابني انا متوضي ده فقه ده صحيح بالفطره عايشه فقيهه بالفطره. فالعباس قال له لو رفعت ثوبك يعني تخفف عنك. فرفع ثوبه وفي التو والحال ضرب عليه فأغمي عليه وسمع نداء استر عورتك. نعم عليه الصلاة والسلام. ومن بعدها لم تكشف له عورة حتى أقول لك ما من أحد مهما كانت درجته كان وليا صالحا أو كان فاسدا أو إلى آخره عندما تعود الروح إلى بارئها هذا الجسد يقلب يقلبه المغسل كيف يشاء ولكن عندما أتوا إلى الجسد الشريف صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته أمامه في لحظة طاشت فيها عقول الصحابة حتى صدى عمر بن الخطاب بقوله والله ما مات ومن قال إن محمدا قد مات سأضرب عنقه. ليه؟ أمر وحدث جلل مش قادر. صحيح صحيح. الصحابة مش متخيلين إن يجي عليهم يوم يصبح الصباح لم يشاهدوا أنوار الحبيب عليه الصلاة والسلام أو يأتي عليهم وقت غروب لم يشاهدوا أنوار الحبيب عليه الصلاة والسلام أو يسير أحدهم في أحد الطرق لم يسمع ولم يرى الحبيب من شدة تعلقهم به عليه الصلاة والسلام ومن شدة حبهم له. بدأ بخديجة وأبي بكر وعلي بن أبي طالب وقبل أن ينتقل إلى جوار ربه كان قد صلى ب120 ألف أو يزيد في حجة الوداع. فلما جاء الصحابة والجسد الشريف مسجى الصحابة توقفوا. طب احنا اختم بس طب اختم هنجرده من ثيابه زي ما بنجرد موتانا ولا هنعمل ايه؟ الله عز وجل القى عليهم سنة من النوم وهم وقوف. الله ناموا وهم وقوف. نعم. وما استيقظوا الا على صوت نداء من قبل السماء يقول لا تجردوه وغسلوه في ثيابه. الله اكبر. وكأن الله تبارك وتعالى بعث أمانة إلى العالمين. هذه الرحمة هذه الأنوار لا تكشف لها سوءة صلى الله عليه وسلم ولا تظهر لها عورة لأنه محفوف برعاية الله عليه رب صلح. العالمين. طب احنا نقول له بقى لأجل النبي ماشي فضل. تسمحها فضل. يلا نسمعه لأجل النبي معايا انت يلا حبيبي يلا بينا. ها المايك إيه احنا طبعا انا بجد النهارده انا متلجم مش عارف اقول ايه مش عارف اغني مش عارف بجد والله حديثك كان جميل بجد والله حديث شيق خدتنا احنا بناخد بس احنا الاطار انت قدامك مجلد كبير ضخم يلا. انت بتاخد من الهامش بس انا طبعا انا بشكرك طبعا انا بشكرك جدا طبعا لهذا اللقاء ان سمحت لي ان انا اكون معاك ده شرف ليا كبير. بشكر محمد بشكر بتاع التنوره الجميل ده حسين عادل وخش معايا يلا يا حسين عشان هنغنوا لاجل النبي يلا مع بعضنا لأجل النبي
بل صلاتي على النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي يا إلهي الكل كل كل لأجل النبي لأجل النبي انت عالم بيا كل كل لأجل النبي لأجل النبي يا إلهي الكل كل كل لأجل النبي لأجل النبي انت عالم بيا كل كل لأجل النبي لأجل النبي يظلموني انت شايف يتهموني انت عارف من عبادك ايه حصل لي ايه حصل لي انا في جاه النبي طالب رضاك والنبي انا حبيب حبيب النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي ما تصلوا معانا على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي من العيبات ما حد عني لجل النبي لجل النبي يا إلهي الكل عني لجل النبي لجل النبي من العيبات ما حد عني لجل النبي لجل النبي يا نصير